المجلس القومي للمرأة بيعمل على محور التمكين الاقتصادي في إطار استراتيجية المرأة 2030، وبالشراكة مع الجهات المختلفة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المنحة المختلفة. بنعمل في إطار المشاريع القومية، مشروع حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمشاريع التنموية اللي بتدار وبتنفذ بيننا وبين الجهات المختلفة. احنا بنشتغل في حلقة من التدخلات بتبدأ بتحديد الاحتياجات في المحافظات المختلفة، تحديد مهارات واحتياجات السيدات في المحافظات، لأن عندنا تراث وحضارة ومهارات كتيرة بنكتسبها احنا من السيدات، فبنعمل على تطوير مهاراتهم وتطوير الحرف علشان ننهض بالاقتصاد القومي وندخلهم أكتر كعضو فاعل في التمكين الاقتصادي. فبنبدأ بحلقة التدريب الحرفي والمهني، وبيلي تدريبات على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، بنثقفهم ماليا عن كل المنتجات المالية اللي موجودة داخل الدولة والخدمات اللي بتقدمها الدولة. بنعرفهم من خلال ريادة الأعمال لو السيدة الراغبة أنها تبدأ مشروع متناهي الصغر أو صغير، أنها إزاي تبدأ المشروع ده، إزاي تحسب تكاليفها، إزاي تدرس السوق حواليها. بيلي ده أن احنا بنعمل لها حلقة من التشبيك مع السوق، سواء مع الجهات اللي طالبة الخدمة بتاعتها أو المنتج بتاعها، أو من خلال مشاركتها في المعارض المختلفة اللي بيشارك فيها المجلس والجهات الأخرى، بيبقى على هامش الفعاليات أو في المعارض والبازارات المختلفة. في إطار ده بنساعدهم وبندعم السيدات من خلال مجموعة من الاستشارات والتوجيهات المختلفة من الخبراء اللي المجلس بيتعامل معاهم والجهات الأخرى، فبنعمل على دعمهم من الناحية القانونية، من الناحية التسويقية، من ناحية المشروعات، من ناحية التسجيل لمن يرغب إن هو يبقى عنده مشروع مسجل ورسمي. بنوقف معاهم في كل الخطوات دي لحد ما يوصلوا للهدف اللي هم عايزين يوصلوا له. احنا معانا دلوقتي مجموعات من السيدات في الصعيد وفي وجه بحري قدروا ان هم يوصلوا بالانتاج بتاعهم ان هو بيعرض ويباع حاليا في المعرض في المتحف المصري الكبير، ودي من الحاجات اللي بنفخر بيها. عندنا مجموعات انتاجيه من السيدات دلوقتي انشأوا مجموعات تعاونيه وشركات، فاحنا فخورين ان هم وصلوا بمهاراتهم وبامكانياتهم ان هم بقوا بيوردوا لاماكن كبيرة زي المتحف المصري الكبير وغيره من الجهات الأخرى، وإن هم قدروا إن هم يدخلوا للاقتصاد الرسمي ويكونوا شركات أو كيانات جمعيات تعاونية رسمية.